اللي حسب روحها اسمى من القانون، وحسب روحها اقوى من القانون، والقانون هو السلطان. ما كانش اللي اعلى واسمى واقوى من القانون، القانون يطبق على الجميع. اللي يبني بدون رخصة الهدم هذا ما كان، ولو يبني من شاف عمارة ولو يبني فيلا، كل واحد يتحمل مسؤوليته. هذا ما كان، هذه في الجزائر العاصمة جماعة قاعدة واحد يبني واحد هذا، وكأنه في دولة الغاب. تعليمات صارمة في هذا المجال، تعليمات صارمة في هذا المجال.